كيفاش كانت المفاوضات، كيف جرت الاتصالات بينك وبين الرئيس الجديد عن شعيب؟ وعلى كل حال الاتصالات كانت عن طريق مراجعه ديال الاخ اسمه ميغالي مراد، واتصل بالاداره تاع بوليده، وين جاء الرئيس الجديد شعيب يعني كانت يعني بسرعه، وما كانتش هناك يعني كما نقولوا عراقيل، ولا تلاقينا في ظرف قياسي، لحقنا كما يقول لك الاتفاق، والحمد لله اليوم رانا في بوليده. هو راه خدا يعني تحدي، جاء في ظروف صعبه، خدا الفريق من ناحيه الاداره وتسيير الفريق، وانا خدا التحدي من ناحيه التقنيه، وان شاء الله كما يقول لك اليد في اليد ان شاء الله نحاولوا نديروا. الشيخ، وشنو هي النقاط اللي خلاتك تختار اتحاد بليده؟ وما بالك نقدر نقولوا كانت عندك اتصالات ولا عروض من انديه اخرى؟ هي على كل حال اول شيء انا شغل كما يقول لك كانت عندي اتصالات، كانت الاسم تاعي يعني كان متداول هنا في البوليده حتى يعني من قبل، وكانوا عندي اتصالات من عده فرق، ما كتبش اسمه مكتوب، وجعل عاود الاتصال تاع بليده عاود كما يقولوا عاود ولا الواجهه، خاصه بعد ما تكلم معايا المناجر وجاء رئيس جديد. قلت لك يعني في وقت قصير لحقنا قضيه اتفاق فريق بليده، فريق يعني عن تعريف، وراه يشرفني كثير باش نكون على راس هذا واسم الفريق العريق. وشفت يعني رغبه تاع، خاصه بعد ما تحدثت مع رئيس يعني شاب يعني كما يقولوا خدا يعني تحدي كبير، راه خدا الفريق في ظروف صعبه، و رغم انه يعني كما يقولوا ما كانش في الميدان هذا تاع كره القدم، لكن حبه للفريق والغيره تاعو جعلته ياخذ فريق في وقت صعب. نهنيه على هذا الشيء، وعلى كل حتى وان كانت كما يقولوا الوضعيه صعبه وماهيش يعني حاجه سهله، لكن شجاعه كبيره اللي قام بها، وانا هذا الشيء اللي زاد شجعني شفته شاب، وانا ثاني يعني طموح باش نعاود نولي الواجهه، لاني عندي واحد سنتين ولا ثلاثه كنت خدمت في الاقسام، قسم الثاني المحترف، وحتى وليت نخدم في قسم الهوي، حبيت ناخذ يعني تحدي خاصه في الرابطه الاولى، وان شاء الله ربي كما يقول لك يوفقنا، وحنمد كل واش يعني في وسعي والتجربه تاعي المتواضعه في خدمه هذا الفريق. الشيخ، ما يخفلكش تكون اول مدرب تتعامل مع اصغر رئيس في الرابطه الاولى، جان في بالك نقدر نقولوا في عود ابن ديالك، كيفاش تتعامل معاه؟ كيفاش اسكو تشوف اللي الظروف تاعك تناسبك معاه؟ والله غير يعني الحق كما يقول لك، انا اولا قلت لك شارف باش نخدم فريق يعني كبير، وزاد شجعني يعني شعيب اللي يعني بالشجاعه تاعو يعني زاد حمسني باش يعني نزيد نتكاتف وصمت معاه، وهذا شيء يعني كما يقولوا سابقه ويعني صارت في الرابطه الاولى، ان شاء الله نتمنى له كل وصم النجاح، لانه جاي بنيه كبيره وبرغبه كبيره، وهذاك اللي التمست فيه حبيت ندير يدي في يده باش التجربه المتواضعه تاعي يعني باش نحاولوا كما يقول لك على الاقل هذه السنه هو يربح كما يقول لك تجربه في تسيير اسم الفريق، لانه كان يعني بعيد يعني ما عندوش خبره في تسيير الفرق، ربما ولا ان شاء الله اليد في اليد مع بقيه الاداره اللي راهم ثاني وراء الفريق ان شاء الله، ويبقاو يساندوه يعني عن قريب بالاخر تاعهم بالتجربه تاعهم، لان مصلحه الفريق هي تفوت فوق يعني كل وسم اعتبار. شيخ، طموحاتك مع فريق اتحاد بليده؟ هي الاهداف المسطره بينها يعني فريق صعد هذا العام يعني من ناحيه الاداريه، وكان فيه تذبذب ذهب رئيس اداره شويه كانت يعني شرب شويه يعني مشاكل، فريق بدا تحضيرات متاخر، الاستقدامات يعني كانت حسب امكانيات تاع الفريق، باش ما نقولوش ما داروش استقدامات ولا داروا يعني حسب الامكانيات. انا قلت خديت متحدي، حبيت نحط يدي في يد الرئيس الجديد لان عنده رغبه كبيره، مازال عامل كبير، انا اليوم بديت شفت اول يعني مقابله، راح نبدا اليوم ان شاء الله ابتداء من الغد يعني تكون اول حصص تدريبيه اللي راح نكون نشرف اسمه عليها، ورفقه الطاقم الفني اللي نشكروه ثاني قام بعمل كبير، كش سواء العام اللي فات ولا بدايه السنه، وقف مع الفريق ما تخلاش على الفريق، شيء لازم نوه به الاخ يعني نزار كمال وفتح طوال، خاصه هما اللي كانوا العام اللي فات، والمحضر البدني اللي جاء هذا العام راهم يعني واقفين مع الفريق ما خلاوش الفريق،
وهذا شيء يعني يشجع باش نحط اليد في اليد. ولقيت ترحاب كبير من سواء من الصف التدريبي ولا من الاداره وحتى الاداره القادمه وخاصه من يعني الانصار اللي راهم دايرين فيا كما يقول لك ثقه، ان شاء الله ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله وننقذوا الفريق يعني على الاقل ديروا يعني سنه رياضيه في المستوى. عند كان فيهم شبان عندهم رغبه كبيره حابين كما يقول كيبرزوا، وهذا الشيء اللي خلاني نزيد نتحمس اكثر لان راح نكون عندي مجموعه شابه راح تخدم بكل قوه بكل اراده. هذا الشيء يخليني باش يعني نتفائل خير ان شاء الله، وكما يقول نديروا كل واحد يد في اليد ونديروا كاع اللي في وسعنا. كره القدم ما يشبه فيهاش حاجه يعني مستحيله لان المستوى راه متقارب يعني جدا. شيخ سؤالنا اليوم فيما يخص في هذه النقطه، اليوم شفناك كما يقولوا مباراه الوديه بعض اللاعبين لعبوا مقبل هما يعتبروا كما يقولك اساسيين في الفريق تاع البليدا، ومن بين يعني اللاعبين اللي كما يقولك كوادر عندي يعني تجربه معاهم يعرفوا طريقه العمل تاعي، هما ثاني يعني فرحوا كي جيت يعرفوا كيف نتعامل، زاد هما تشجعوا بيا وانا تشجعت بهم. وعلى باقي ثاني اللاعبين يعني يعرفوني يعني كان يعني بالتجربه تاعي اللي كانت في عده فرق شفت فيهم رغبه يعني كبيره باش يخدموا معايا لانهم سمعوا باللي مدرب يعطي فرصه للشبان ويحب يعني كما يقول لك عده شبان يعني يبرزوا معايا، واليوم اصبحوا كوادر في فرق كبيره. حسيت باللي يعني راهم ثاني حابين يديروا حاجه يعني اولا ليهم، يعني كل واحد عنده هدف فردي حاب يدير اسم روحه وحاب يبرز، وبالتالي هدف تاع الفريق اللي باش يكون يدير سنة مليحة في الفريق ويدير اسم يعني في الفريق تاع اتحاد بليده ان شاء الله. هذه هي حنايا نظن باللي الاهداف كاع راهي مصبه في اتجاه واحد، الشيء هذا اللي راح يخلينا ان شاء الله ربما نديروا سنة اسمه يعني هذا كل شيء مرتبط خاصة بالالتفاف تاع خاصة الانصار، لازم يأمنوا بالفريق هذا ويعطوا له الوقت الكافي لأنهم يعرفوا ما كرة القدم. أنصار بليدا كي يشوفوا فريق يعرفوا باللي فريق شاب وفريق لازم له وقت، ويعرفوا اللاعبين هذو أكثر مني لأنهم كان يعني عدد كبير من اللاعبين كانوا نشطوا هما اللي يعني كانوا أبطال باش طلعوا الفريق القسم الأول، يعرفوهم نظن يبقاو يشجعوهم ويشجعونا بالتالي، وحنا إن شاء الله بالخدمة حين نلحقوا لا محال إن شاء الله. شيخ سؤالنا الأخير مبطل هذا الوقت، لكن بالتجربة المتواضعة تاعي شفنا عدة فرق يعني في الماضي ما كانوش عندهم وقت كبير في التحضير، بداوا يعني متأخرين، وكما قلت في آخر المطاف هما اللي لعبوا أدوار الأولى ولا يعني إحنا البطولة تاعنا ما فيهاش معايير يعني حقيقية، ما سامبل با دير بلي عندك لي ميور جوار ولا عندك أن كلوب عنده دراهم ولا معناتها تنجح 100%. سي فري الأموال حاجة ضرورية، ولكن تسير وكما يقول لك وش ضائع بالفارق من ناحية كما يقول لك الأنصار من ناحية كذا، وحنا نطلبوا حاجة من الأنصار ما يديروش الضغط على اللاعبين لأن الشبان خلوهم بالعقل كيما ياخذوا الوقت تاعهم، حنا رايحين نعملوا معاهم وما راحش تبان العمل تاعنا في شهر ولا مي، لكن إن شاء الله أنا متفائل باش نلحقوا إن شاء الله إلى بر الأمان. شيخ كلمة ختامية، واش توعد أنصار اتحاد بليدا في الربع؟ نكون أولا نحن نمد كاع واش عندي يعني لأن اخترت الفريق هذا يعني بتحدي، أولا الفريق يعني يستاهل كل خير، فريق طلع هذا العام كما يقولوا كاين بزاف كلام حول هذا الفريق المشاكل اللي صراوها وكذا، أنا اللي حاب إن شاء الله بالفريق هذا وبالشبان هذا نتقدموا، لكن كما يقولوا الصح كاع الأنصار ولا التفوا حول الفارق وشجعوا هاد اللاعبين وصبروا وعرفوا كيف يسيروا، هذه كرة قدم وما يعني وما يديروش الضغط على الناس من اللاعبين، نتمنى ان شاء الله يكونوا حقيقة دعم كبير، وما نساوش انك الرئيس الجديد اللي راه انقذ الفارق يعني هو الفارق راه مازال يتخبط في يعني في الاخر، وربما كانت تكون لا محال حالة كارثية للفارق. كما يقول لك رئيس شاب لازم يشجعوه ويوقفوا معه ويوقفوا معه ويساندوه ويدعموه، ما نساوش السلطات المحلية اللي لازم تانيك يشوفوا الفريق هذا وخاصة هذا الرئيس الشاب اللي راه خدا كيما يقول لك تحدي، لازم يعطي كيما يقول يعطيوا له يد المساعدة لأنه هو وحده ما راح يقدر يدير ولا شيء، ربما مع الأول يقدر
لكن البطوله طويله وعملك وفارق باش تصير فارق في القسم الاول لازم لك اموال كثيره. ان شاء الله يلقى الدعم تاع السلطات المحليه وما هيش حاجه يعني صعيبه ان شاء الله بالوقت حيكون فيها خير ان شاء الله كبير. هي على كل حال انا ما يعني كما نقول لك السرعه تاع الفارق انا في كما نقول لك الجري ضد الساعه لقيت كان طاقم فني راه اون بلاص كان اخ حكيم زان اللي غني عن التعريف كامل زان اللي راه غني على عن التعريف وطلع مع الفريق وليد الفريق وهو الشيء يعني اللي الايجابي يعني في اول لقاء كان هناك يعني تنسيق جيد بيني وبينه كانني نعرفه لمده فتح طوال اللي كان ثاني العام الماضي هذا وهذه القوه ربما شويه تاع الفريق عندهم انستاف اللي كانوا بلاص يعرف الفريق راح يكونون يعني يكونوا لي سند كبير باش يعني نقدر نبدا على الاقل السنه لحد ما يعني نتحكم في زمام الامور ونعرف اللاعبين والمستوى تاعهم. وثاني كان محضر بدني جيت وسمقيت وانا كنت متمني نجيب المساعد تاعي الاخ اسمه سويلح وراه مازال عندي يعني في المفكره شيء يعني سابق الاوان لان الوقت داهمنا وربما مع الوقت ان شاء الله كن نقلعوا البطوله حاجه تجي على 15 يوم ان شاء الله يكون عندي حادث. واذا كان ان شاء الله انا مدابي المساعد كما نقول لك اللي كان معايا في كل ونتفاهم معاه وعندنا كما قلت تفاهم كبير نزيدو ندعمو به اذا كان ممكن الفريق هذا شيء سابق الاوان لكل مقال مقام ان شاء الله. شيخ بالنسبه لك تقنيه